السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابنا الأعزاء باختبارنا لهذا الأسبوع منصة جوجل كلاس روم التعليمية. اليوم راح نشرح عن منصة جوجل كلاس روم، واللي تعتبر أحد التطبيقات المجانية اللي يوفرها جوجل. نقدر نحصل على الصفوف الافتراضية. يفترض أن يكون عندنا حساب أكاونت على الجوجل، سواء كان هذا الحساب شخصي جيميل أو حساب مؤسسي EDU. ممكن أن أحصل على خدمة الصفوف الافتراضية ضمن تطبيقات جوجل التعليمية. الطريقة للوصول إلى الصفوف الافتراضية تكون كالتالي. أولاً، الطريقة الأولى للدخول إلى جوجل كلاس روم من أي إيميل مفتوح، سواء كان جيميل أو مؤسسي. هذا نفترض عندنا هنا هسه كاونت مفتوح. نيجي على هذه النقاط التسعة اللي هي الأبليكيشن. مجرد ما احنا نضغط على هذه الأبليكيشن راح يستعرض إن مجموعة الأدوات الخاصة بتطبيقات جوجل. هنا يبدي يستعرض مجموعة التطبيقات المجانية اللي يوفرها هذا الأكاونت، سواء كان جيميل أو حساب مؤسسي. نبحث عن الكلاس روم، ننقر عليها، راح ينقلنا مباشرة إلى تطبيق الصفوف الافتراضية. الطريقة الثانية للدخول إلى جوجل كلاس روم تكون من أي شريط عنوان أو متصفح مفتوح. من خلال شريط العنوان نكتب googleclassroom.com. هذه الخطوة الأولى. طبعا راح يستعرض أن جوجل كلاس روم، راح نبدي هنا نضغط عليها، بالتالي راح ينقلنا إلى الكلاس روم، الصف الافتراضي للكلاس روم. الآن سواء جينا بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية راح تنفتح عندنا الصفحة الصفوف الافتراضية. طبعا هذه إشارة البلاس، مجرد ما أنت تبدي تنقر عليها راح يظهر عندك جوين كلاس أو كرييت كلاس، أما انضمام للصف أو إنشاء للصف. جوين كلاس إذا أنت طالب داخل الصف، كرييت الكلاس راح يكون لمن أنت معلم للصف وترغب بإنشاء كلاس. أيضا هذه نفسها موجودة بالأسفل، جوين كلاس أو كرييت كلاس. بعد هذه الصفحة يفترض أنه أنت إذا طالب وتريد ترتب انضمام للصف يكون عندك طريقتين للانضمام للصف. أما المعلم يزودك بكود خاصة للصف الإلكتروني ويطلب من عندك الانضمام إلى الصف، فتروح على جوين كلاس وتنطي الكود اللي نعطيك إياه المعلم، وبالتالي راح يتم انضمامك إلى الصف، أو يكون عن طريق دعوة بالإيميل يوجهها إليك المعلم وأنت تقبلها من خلال الإيميل، راح يتم انضمامك إلى الصف حصريا من خلال المعلم. يعني المعلم هو فقط راح يقدر يوجه لك دعوة أو يوجه لك الكود، وبالتالي بإمكان أي شخص من خلال الجوين كلاس ينضم للصف مجرد ما هو يحصل على الكود الخاص بالصف. طبعا هنا لما انضمينا للصف راح تنفتح عندنا الصفحة بهالشكل. هذا موجود عندنا من الطرف اليسار، هذا اسم الكلاس، هذا اسم الكلاس، وهنا عندي هذه الخطوط اللي موجودة بالأعلى نسميها القائمة. عندنا موجود هنا ثلاث صفحات اللي هي الستريم والكلاس وورك والبيبل اللي هي ساحة المشاركات والواجب الدراسي بالإضافة إلى الأشخاص. بالنسبة للستريم اللي هي ساحة المشاركات، الساحة هنا تشبه سائل الداشبورد الخاص بالفيسبوك. يعني هنا بإمكان المعلم نشر المادة اللي يرغب بها، قد تكون ملف أو قد تكون رابط إلى مقطع فيديو أو قد تكون مجموعة صور ممكن أن يشير إليها. ساحة المشاركات ممكن أن يشترك التدريسي والطالب بالمشاركة حسب السيتنج اللي منظم الصف هو اللي يتحكم به. يعني التدريسي هو اللي يتحكم إنه هو من اللي يقدم مشاركات داخل الصف. العرض أو عملية المشاركات تتم من خلال المعلم فقط أو من خلال المعلم والطالب.
هذا المكان اللي موجود هنا راح النوتيفيكيشن او الاشعارات اللي تجي لهذا الكلاس. اي اشاره من المعلم للطلاب هنا يجي بهذا المكان اشاره اللي هو النوتيفيكيشن، بالاضافه الى ان يجي لك اشعار على البريد الالكتروني. فهذه اللي هي منطقة النوتيفيكيشن، وهذه ساحة المشاركات اللي يتم من خلالها عرض المادة الدراسية، أو ساحة النقاش اللي يتم من خلالها مناقشة المعلم مع الطالب. نجي على الصفحة الثانية الخاصة بالكلاس وورك. وورك هي صفحة الواجب الدراسي، بتعرض لنا شكو عندي واجبات للطلاب على هذا الكلاس، راح يعرضها هنا بهذا المكان، ومن خلالها يقدر يعرف الطالب مجموعة التمارين المطلوبة منه. الصفحة الثالثة اللي هي people تنطيني teacher وتنطينا student يعني مشاركتك وزملائك بالصف. هنا نشوف هذه اللي معناها هنا تم توجيه دعوة لحد الآن ما مقبولة، هذه هنا تم من قبلة الدعوة، هذه بعدها ما مقبولة الدعوة. طريقة تسليم الواجب الدراسي. طريقة تسليم الواجب الدراسي، نفرض احنا عندنا واجب دراسي وجهه لنا المعلم الصف، ومطلوب من عندنا انجاز هذا الواجب الدراسي. قلنا اول شغله انه راح يجينا اشعار بالواجب الدراسي بهذا المكان، يعطينا هنا اشعار بالواجب الدراسي، وبالاضافه الى الاشعار اللي راح يجينا على الايميل. هذه ساحة المشاركات يتم بها عرض الواجب الدراسي. افرض هنا عندي واجب دراسي مطلوب من عنده انجازه، بحالة انه انت فتحت الستريم وشفت الواجب الدراسي، طبعا هذا الاشعار راح يروح من عندك. بوقت اخر انت تريد تحاول ان تجاوب على الواجب الدراسي، او تريد تعرف ايش قد عندك واجبات دراسية، بهذه الحالة يا اما تروح على الكلاس وورك تضغط عليها وتشوف شنو مجموعة الواجبات الدراسية المطلوبة من عندك، وتشوف الأوقات الخاصة بها ويمتى تقدر تنجزها، وشنو انجزت وشنو الشغلات اللي بعدك ما انجزتها، او من خلال هذه الخطوط الموجودة على جهة اليسار. مجرد ما انت تنقر عليها راح يستعرض لنا مجموعة من الاوردر. هذه الاوردرات راح تكون تفيدني هسه هنا أنا من خلال الكلاس وورك، أقدر أنا أشوف الواجب الدراسي، الوقت المسموح به، آخر وقت، وبالنسبة إلى التاريخ. هنا أنا مجرد ما أني أجي أنقر عليه هنا أنا رح ينطيني الواجب الدراسي. مثلا هسه حاليا بهذا الأسبوع ما عندي واجب دراسي، next week عندي واجب دراسي واحد، وهذا هو الواجب الدراسي، هذا العنوان مالته. آخر مثلا موعد للتسليم هو مثلا 18 بالشهر. الوقت أيضا يعرضه إلي، مجرد ما أنقر عليه يعرض للوقت اللي يتم من خلاله آخر وقت يتم بنشر ملء الواجب الدراسي. هسه هنا أنا إذا افترضنا أنه عندنا هذه الواجب الدراسي اللي هو من خلال مكتوب عليه 5 درجات، الوقت 23:59، عندنا أكثر من طريقة لرفع الواجب الدراسي. إذا ما نحدد لي الطريقة اللي أرفع بها الواجب الدراسي، حر باختيار أي طريقة من هذه الطرق اللي راح نعرضها أمامك. أولاً إذا كان الواجب الدراسي أنت مشتغلة ومحضرة وكملف مخزون عندك على التليفون أو على الحاسوب، راح يكون من خلال Add or Create. مجرد ما أنت تنقر عليه تبدي تختار الملف اللي موجود عندك، تبدي تختار الملف الموجود عندك من خلال الجوجل درايف مثلا إذا أنت خازنة بالجوجل درايف، أو من attachment للفايل إذا كان موجود على الحاسوب. مجرد ما أنت تنقر هنا راح ينقلك على البراوزر وتبدي تستعرض الواجب الدراسي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه يكون الواجب الدراسي على شكل يعني أما يكون مخزون بالجوجل درايف، أو يكون على attachment داخل الحاسبة نفسها، أو يكون من خلال إنشاء. يعني أنت حالياً راح تبدي بإنجاز الواجب الدراسي، هنا create إلى جوجل دوك،
أو جوجل سلايد أو جوجل شيت أو دروينج حسب طبيعة أو نوع الواجب الدراسي. ممكن أن تفتح هنا جوجل دوك وتبدي بعملية الكتابة أو النسخ واللصق بهذا الموقع، وبعدها يتم عملية رفع الواجب الدراسي. إذا عندك أكثر من طريقة، مرة يكون كملف مخزون على جوجل درايف، مرة يمكن أن يكون رابط على لينك، يعني لينك إلى مقطع فيديو، ممكن أن يكون attachment ملف مخزون على الحاسب، ممكن أن يتم إنشاءه باللحظة الحالية أنه قد يكون ملف document وGoogle document. أجي أفتح هنا الGoogle document وأبدي عملية الإجابة على الواجب الدراسي. بعد الانتهاء من اختيار الطريقة راح يتم رفع الواجب الدراسي. طبعا هنا إذا ما محدد لك عدد الملفات اللي ترفعها، بإمكانك أن ترفع أكثر من ملف كإجابة للمسألة. أما إذا كان محدد لك ملف عدد واحد أو ملف متكون من صفحة أو صفحتين، فأنت مضطر بهيجي حالة أن تتقيد بطريقة الإجابة. هذا اللي فيما يخص الواجب الدراسي. إلى هنا انتهى تحضير مختبرنا لهذا الأسبوع. مختبرنا لهذا الأسبوع كان عن الصفوف الافتراضية الجوجل كلاس روم، وكيفية الانضمام إلى الصف، وكيفية إنجاز الواجب الدراسي راح يكون خلال هذا الأسبوع. مختبرنا هذا الأسبوع. شكرا لإصغائكم.